سلام يا بتكون بخير. انا عارفه انتوا مستغربين ان انا نزل لي فيديو بعد يومين من فيديو قبله، بس بحاول مؤخرا ان انا ازود عدد الفيديوهات اللي بتنزل واحط تركيز اكبر في اليوتيوب. والسبب التاني ان الفيديو بتاع انا عملت ايه في الكورس بتاع الاي سي بتاع البي ار، ما شاء الله احنا وصلنا ل1000 فيو على الفيديو ده، فدي حاجه مفرحاني. دي اول 1000 فيو تجي على فيديو، ياي. anyway في اسئله كتير جات لي سواء على الفيديو نفسه على الانستغرام، يعني في كتير منكم قوي دخلوا على الانستغرام وبعتوا لي اسئله كتير بخصوص الفيديو ده، فانا قررت ان اجاوب على يعني اكتر الاسئله اللي بتتكرر واكتر الاسئله اللي انا ممكن افيدكم فيها يعني. تمام. اتكلمي عن الكورس ذاته، هل في بدائل مثلا اونلاين او كتب لكل ليفل؟ الكورس نفسه كان كويس، كان لطيف. انا قلت ده في الفيديو، هل في بدائل مثلا اونلاين او كتب لكل ليفل؟ الكورس نفسه ملوش كتب اساسا، الكورس ليه بي دي اف. مفروض الدكتور بتحدد حد بيكون مسؤول عن انه يجمع الداتا ويديها للناس، فهي بتبعت الداتا دي للشخص ده والشخص ده هو بيبعتها لباقي الجروب. فلا مفيش كتب خالص، هي كل حاجه في الكورس كانت بي دي اف. لو في مثلا شرح الحاجه المحاضره نفسها كانت بتبعت لنا كل يوم بس بي دي اف، فلا ما كانش في كتب. هل في بدائل اونلاين؟ اكيد في بدائل اونلاين كتير اكيد يعني، بس الفكره ان في اي سي انتوا مش بس بتشتروا تعليم، انتوا بتشتروا شهاده، او على الاقل بالنسبه لي كان كده. لو انتوا بتحاولوا ان انتوا تتعلموا خلاص مجرد التعليم، يبقى اكيد الاونلاين هيكون كويس جدا ليكم. لو انتوا بتدوروا على انكم تاخدوا شهاده عشان تسافروا عشان تشتغلوا بيها زي حالاتي، فالاي سي هيكون احسن كتير. اللي فوق الكورس ده عن اي كورس تاني؟ هل الشهاده ولا مستوى التعليم ولا ايه بالظبط؟ على حسب تجربتك. كله شهاده ومستوى التعليم وكل حاجه. يعني الشهاده زي ما قلت لكم، الشهاده معتمده لانها تبع الاي سي، فهي معتمده في اي حته، فتقدروا تسافروا بيها تقدروا تشتغلوا بيها في اي مكان انترناشونال هياخدكم. بالنسبه لمستوى التعليم، هو كان حاجه very upgraded يا جماعه لاي حاجه خدتها قبل كده. يعني المعامله نفسها، المكان، الستايل، الكلام، الناس اللي اتعرفت عليها هناك كانت حاجه تانية، ف كان يستاهل. هو لازم اعمل تحديد مستوى عشان انا صفر في الانجليزي؟ ما فيش ولا كورس هناك غير بتحديد مستوى، يا اما تعملوه تحديد مستوى مره وتحفظ في الداتا بتاعه الاي سي اللي تعملتوه مره، يا اما لازم تعملوه قبل الكورس يعني. فلازم تحديد مستوى، لازم تعدوا بي 1 اي اللي هو تقبل ليفل 9 زي كده عشان تدخلوا الكورس. يا اما تروح على الانجليزي هتاخدوا مثلا انتوا الليفل الثامن الليفل السابع، فهقول لك فاضل لك ليفلين عشان تقدري تبداي الكورس، فتضطري تروحي تاخديهم في الانجليزي لو انت عايزه تكملي فعلا تاخدي الكورس. لو سمحتي ممكن اعرف ايه اسئله تحديد المستوى في الجامعه الامريكيه؟ نوع الاسئله لما تروحي تمتحني تحديد المستوى كان فيه ليسننج ولا ايه؟ طيب انا اعتقد ان انا قلت لكم كل حاجه في الفيديو، اول فيديو خاص عملته اللي هو بتاع كورسات الاي سي، بس هقولها لكم الموضوع تاني بسرعه. الاسئله كانت تحديد مستوى كان فيه ليسننج، كان فيه رايتنج، كان فيه تشوزنج، كان فيه باراجراف، كان فيه كل حاجه ممكن تتخيلوها. بس اللي تريكي قوي ان انا كنت رايحه ومتخيله ان الامتحان كلمات انجليزي، يعني مستواي في الانجليزي عامل ازاي في القرايه وفي الكتابه. اللي اكتشفته ان الامتحان كان تركيز، هو بيقول لك حاجات محتاج تركز فيها بس بالانجليزي. يعني الليسننج كان كله معلومات، كان ممكن تسمع باراجراف طويل جدا تلاقي في الاخر بيقول لك صاحب الباراجراف او اللي بيتكلم في الباراجراف عنده كام سنه، يجي يقول لك الشخص في الباراجراف كان راكب عربيه لونها ايه، يجي يقول لك الشخص في الباراجراف كان قاعد في منطقه اسمها ايه. ف الامتحان كان يعني كان كله تركيز حرفيا، ما كانش فيه اي حاجه خالص ليها علاقه باللسان. انا كنت عماله اسمع الكلمات الغريبه او الكلمات الويرد قوي وام كباها، فدي في اول مره يعني في اول باراجراف سمعته. بعدين احس ما بيسالوش في كلمات اصلا، بيسالوا في ديتيلز. فجيت بعد كده بقى بقيت بسمع الحاجه، لما الاقي حاجه انا حاسه ان انا ممكن تيجي موضوع سؤال، ما طبعا انا شفت في الباراجراف الاولاني ام كباها، بعد ما بخلص هم فعلا بيسالوا في المعلومات اللي انا كباها، فالموضوع كله كان تركيز. انا كنت شفت الفيديوهات بتاعت حضرتك على اليوتيوب. مش عارف ايه الكورسات كلها اللي هناك واسعارها ايه، فكنت بسال حضرتك لو تقدري تفيديني بس عشان المشروع بعيد عليا نروح اسال وارجع، فكنت بدور لحد يكون فاهم في الموضوع اكتر. يعني لو تقدري تقولي بس الكورسات اللي بتاخد هناك ايه والاسعار، لو حضرتك عندك فكره. هو الشخص ده كان بيسال على الانجليش والماركتنج. انتوا مش محتاجين تروحوا وتيجوا خالص. الاي يو سي ليهم رقم وليهم ايميل وليهم سايت ممكن تسألوا عليه، فانا هحط لكم دلوقتي صوره هتطلع هنا او هنا يكون فيها السكرين من من الايميل بتاعهم. ااا
كشاف وقع، فيعني نستحمل فرق الإضاءة. انتوا مش محتاجين تروحوا ولا اي حاجه عشان تسالوا، انتوا ممكن بس تتصلوا بيهم وتبعتوا لهم ايميل. بالنسبه للاسعار هم بيبعتوا لكم الاسعار، يعني انتوا بعتوا قولوا في السبجكت احنا بنسال على كورس كذا مثلا البي ار كورس الانجليش، هتلاقيهم كده كده بعت لكم كل حاجه تخص الكورس، السكادجول بتاعه بالمواعيد بيبدا امتى بيخلص امتى بالسعر بالفيزا بالامتحان بتاع في المستوى كل حاجه ممكن تتخيلوها هتلاقيهم بعتها لكم. تمام. ليفل الانجليش على ما اعتقد اخر ما كنت هناك كنت سالت حد وقال لي ليفل الانجليش ب 1200، كورس البي ار كان 1800 حاجه زي كده، تحت تحديد المستوى كان 350. تمام. فانتوا بس ابعتوا لهم هم قالوا لكم على كل حاجه. بس انا اشوف سؤال بقى، تنصحي بالكورس ده بنسبه قد ايه؟ 90%. فكره السيلف ليرنينج كانت منتشره قوي، فال10% دول راحوا بالنسبه لي في حته السيلف ليرنينج، لان انا اصلا مش كلنا هنبقى رايحين عايزين نتعلم بنفسنا، او كلنا بقى رايحين عايزين ندجن بوكس وكده ونروح المكتبه بقى ونجيب حاجات، لان اغلب الحاجات كان ممكن اجيبها من المكتبه، انا اصلا كنت بنزل جمعه وسبت لو المكتبه تكون قافله. فبالنسبه لي كان سيلف ليرنينج، انا ما كنتش عندي وقت قوي ان انا ادور على النت، فكان دي حوار بالنسبه لي شخصي. بس لو انت من الناس اللي عندها وقت فراغ اصلا ومساعده انها تتعلم مع نفسها وبتحب فكره السيلف ليرنينج، فلا هيكون تمام. مدرسه التعليم المستمر مكانها فين؟ طيب هو زي ما قلت لكم الكورس في مدرسه التعليم المستمر بتاعه الجامعه الامريكيه، مش في جامعه امريكيه نفسها، مدرسه التعليم المستمر موجوده في وسط البلد. وسط البلد لو انتوا رايحين بالمترو ده افضل حاجه، يعني انت جوه ده احسن حاجه. هتنزلوا محطه السادات بوابه الجامعه الامريكيه، في بوابه اسمها الجامعه الامريكيه، هتنزلوا من البوابه دي هيطلعكم عند اول الاي يو سي نفسها، مش مدرسه التعليم المستمر، اول الاي يو سي هتلاقوا شارع كبير كده على اوله هارديز وبعديه ماك، ادخلوا الشارع ده خليكم ماشيين شويه شويه هتلاقوا الجري جنب على الجنب ده خليكم برده ماشيين، هتلاقيكم رايحين قدام مطعم اسمه بسكيتو بسيتو حاجه زي كده، المهم يعني هو عن شارع الفلك، يعني هتلاقوا في شارع كبير كده اسمه شارع الفلك، الشارع ده على اوله كشك اساسا، ف ونعمل وصف. المهم هو الشارع نفسه اسمه شارع الفلك، او اسألوا فين مدرسه الفلك. تمام. اول ما تدخلوا قدام مدرسه الفلك على طول هتلاقوا بوابه شكلها حلو كده، دي بوابه الاي سي. تمام. عشان ما تروحوش بس في مواعيد غلط، هما بيكونوا فاتحين من الحد الخميس من الساعه الصبح لحد الساعه 3 تقريبا. دي كل الاسئله اللي جات لي عن كورس الاي سي. انا اسفه ان انا ما عرفتش اجاوب على الاسئله دي من بدري، بس كنت متخيله ان انا كفيت. وحاجه تانية، في ناس شايفه ان انا كنت بتكلم بسرعه وما كنتش منظمه الدنيا قوي في الفيديو اللي هو عملت في كورس اسيل، لان انا ما كنتش فيديو انتراكتيف، يعني ما كنتش بشرح الحاجه او ما كنتش بدي انفورميشن، بس كنت بحكي لكم التجربه، عشان كده كنت بتكلم بسرعه، عشان كده ما كنتش مظبطه الاداء او مش مرتبه كلامي، ان انا فعلا ما كنتش بقول انفورميشن، انا بس كنت بحكي لكم التجربه. فانا اسفه ان انا ما شرحتش كويس في الفيديو ده، واسفه ان انا قلت بسرعه او ما كنتش مظبطه الدنيا قوي، بس حاسه ان في حاجه انزلحت كده. المهم اشوفكم الفيديو الجاي، واتمنى تكونوا استفدتوا بالمعلومات دي، ولو في اي اسئله تانية شغل دماغكم يعني قريتوا لي تحت. واسال انا برضو بتكلم بسرعه على المواد عشان انا نفس النظام، مش كاتبه سكريبت انا دوب بقى الاسئله بجاوب عليها، فهي نفس الفكره، انا مش مجهزه للفيديو، انا بس كنت بصور حاجه فقلت اصور الفيديو بالمره، لان انا في حد برضو لسه جالي مسج دلوقتي على انستغرام بتسالني، ودي كانت الاسئله اللي هي بتتكرر، انا لقيت 5 6 اسئله وقلتهم ما قلتش الاسئله كلها. فلو في اي اسئله تانية انا ما قلتهاش ابعتوا لي بقى على الانستغرام واكتبوا لي تحت وانا ارد عليكم. اوكي. اتمنى ما يكونش دمي تقيل. اشوفكم الفيديو الجاي. باي.